اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. المقابلة الأولى التي انتصر في فريق شباب الأخضر على تاريخ المفروض كان شباب الأخضر على تاريخ الجمعة الوطنية المفروض أن المحاربين إذا كما قلت كما لم فقط على طرفين وجهها فريق شباب الأخضر من أصل ثلاث مقابلات حتى قتلت الانتصارات المختلية في الانتصار أن فريق الأخضر اليوم بعشرة أهداف مقابل ثلاثة ويحقق الانتصار الثاني على الدوري بسبعة أهداف مقابل هدف أمام فريق نادي أبي اليسار فيما حقق الانتصار الثاني أمام فريق أولمبيك السيف عن اللقب النسخة الماضية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. الطرف الثالث هذه المواجهة بفريق جمعية إنشان للرياضة لتكاد بدأ الهزيمة في أول الإنسان أمام فريق أولمبيك في خمسة أهداف مقابل هدف واحد وفيما تكاد بدأ الهزيمة الثانية على التوالي عفوا هذا في تعادل أقوم تعادل أمام فريق أولمبيك الإنسان هدف مقابل هدف مقابل عام الثانية قبل أن تحول المقابلة الثانية والتي يناسب اليوم فريق الشباب بعد ان نزل كذلك فريق هدف هدف مرتبي هدف واحد وبالتالي فريق الشباب في شاش لعب ثلاث مقابلات نزل في زرين وتعادل في مقابله واحده وبالتالي رصيد هو المؤقت نقطة واحدة يمكن في الزاوية لصالح فريق الشباب يبيعوا بالامان وتدخل تدخل دفاع فريق الشباب الهدف الاول لصالح فريق الشباب هو المستشير هذا ابراهيم البحر جبل الشريك جبل الشريك هدف فريق الشباب تراك لافتتاح الشباب القابلة في يوم الدقيقة الثالثة وبعين ثانية ثلاث دقائق وبعين ثانية فقط كانت كافية لصالح فريق الشباب تراك لافتتاح الشباب المقابلة بدرجة جبل الشريك الذي يتبع الآخر لتسجيل مسلسل من الهدف المقابلة للالتقاء الوسط الهدفي ترتيب الهدفي الذي سيكون على سطح ساخن كما قلتم قبل لحظه بوجود اسماء عديده ندخل منها اي من خرج يا خليل يتدخل اليوم عندنا الكل التماس تعود مره اخرى من اشراف اشراف يمر الامام داخل مربع العمليات لكن في اخر المطاف الكره تغادر وتعود رمي التماس لصالح فريق الشباب الفرنك تلفت بسيطه سعيد مارك للجمال مشعليك يحاول المراوغه وتدخل الشقلاوي يبعد الكره التماس الشقلاوي يسير الكره التماس رميه شرط لصالح فريق الشباب وراء التلفيت هذا اللاعب سعيد مارك وفرصه شبيله كانت فرصه شبيله بالنسبه وهي وتدخل الحارس تدخل الحارس في اخر لحظه
كانت هذه فرصة إضافة الهدف الثاني. قلت كانت هذه فرصة جميلة ولكن في آخر مطاف الكرة في قلب التماس والسعيد مالك يتمكن من إضافة الهدف الثاني. زاوية تنفد وهدف ثاني لصالح فريق الشباب المفرق والمسجل هذا اللاعب سعيد مالك يحمل رقم 5. سعيد مالك يتمكن من إضافة الهدف الثاني لصالح فريق الشباب المفرق في حدود الدقيقة 6 دقائق والهدف الثاني لصالح فريق الشباب المفرق والمستشيل كما قلت المدافع سعيد مالك ويستأنف اللاعب الكرة في طريق التماس رمية شرط لصالح فريق الشباب مانك وراء التنفيذ ينفذ طويل الأمام رأسية تدخل الشكلاوي يبعد الكرة وسط الميدان تعود مجددا لصالح فريق الشباب فاسط الميدان أمامه مدافعين الشكلاوي يمر طويل الأمام كانت هذه فكرة افتشاء أسامة القادوسي تسترجع مرة أخرى من الشكلاوي وراء لمسة يد بالفعل ضد اللاعب ياسين الشهيب وركلة حرة غير مباشرة لصالح فريق جمعية وجان ضربة خطأ غير مباشرة لصالح فريق جمعية وجان تنفذ بكل سهولة بنحضر الحارس فريق الشباب افريق وصار ربما مرة أخرى من مارك ثم الأمام اللي يمشي عليك وتدخل دفاع فريق جمعية وجدان براسية مرة أخرى هذا المدافع الحسين سكرا التي يحمل رقم 5 يتدخل مرة أخرى مبعدا لكل التماس وراء الشرط دائما سعيد مارك ينفذ طويلة رأسية وتدخل الحارس بقبضة اليد تعود تسديدة بواسطة الحسن للحسن الحسن الحسن يسدد ونبقى تسديد مرة أخرى من الحسن يمرر فرصة والهدف الثالث لصالح فريق شباب فرق.